ألف خير، كل عام وأبناء الشعب اليمني بألف ألف خير. تحية طيبة في هذه الليالي، ليالي عيد الفطر المبارك. تحية لكم وأنتم داخل اليمن أو خارجه يا أبناء الشعب اليمني، وعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أنا مختار الفقيه أحييكم من برنامج عيد اليمن، ألتقي من خلاله ضيوفا أعزاء لهم صوت وحضور على المشهد اليمني بشكل عام. منذ وقت طويل نستضيفهم، نتحدث وإياهم، لا تخلو هذه اللقاءات من الفائدة ومن البسمة ومن المعلومة أيضا. استمعنا مع بداية جرافة البرنامج لمطلع أنشودة الفنان القدير جميل القاضي الذي هو ضيفنا لهذه الليلة من برنامج عيد اليمن، هذا البرنامج الذي نلتقيكم فيه. أستاذ جميل، أسعد الله مساك، عيدك مبارك، عيدك جميل، كل عام وأنت بخير. حياك الله أخي مختار، أهلا وسهلا بك. ألف تحية لك مبارك على جميع الإخوة المشاهدين، تحية على أستاذ جميل، متابعين قناة سهيل الفضائية. ألف تحية لك يا أستاذ جميل، نحن سعيدين بك وبهذا اللقاء معك وبإتاحة هذه الفرصة، وبإذن الله تعالى معك اللقاء سيكون لطيف وظريف، ولا تخلوه أيضا البسمة والمعلومة والصوت الشجي الذي تتمتع به. ولدينا العديد من الفقرات من خلالك سنقدمها أستاذ جميل، ولو بدأنا مباشرة ببرقيات العيد، لدينا ثلاث برقيات يا أستاذ جميل، برقيات عيدية نحب أن توجهها باسمك لمن، لثلاث فصائل أو ثلاث جهات. الأولى برقية توجهها إلى الأهل والأحباب. أتوجه ببرقية وتهنئة بهذا العيد السعيد إلى والدتي حفظها الله تعالى، وإخواني وأخواتي وزوجاتي وأبنائي، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال، وينعاد علينا بالصحة والسلامة بإذن الله، ووطننا ينعم بالأمن والاستقرار إن شاء الله بإذن الله، ونحن أيضا بدورنا نهنيهم. البرقية الثانية نريد أن نوجهها من خلالك للشعب اليمني عموما. الشعب اليمني له كل تحايا وكل الود وكل الحب، هذا الشعب اليمني العظيم، الشعب اليمني الصابر، الشعب اليمني الأبي الذي لم يستسلم للظلم ولم يستسلم للعصابات الإجرامية التي تنكل به يوما بعد يوم، ولكن بإذن الله عيد اليمن الحقيقي إن شاء الله سيكون عندما تتحرر جميع الأراضي اليمنية وتستعاد الدولة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. أما البرقية الثالثة فنوجهها لهذه الفئة الغالية التي تقدم دمها من أجل حرية الشعب اليمني واستقراره واستقلاله، وهم في الجبهات في هذا الوقت، وهم أبطال الجيش الوطني، فماذا تقول لهم؟ أبطال الجيش الوطني لهم كل التحية وكل التقدير، ولهم رسائل الشرف والوفاء. أنا عملت يعني أكثر من أنشودة في الجيش الوطني، الشرف والتحية للجنود البواسل، ويا جيشنا الحر عيدوا لصلاحيتي، ولذلك هم أكثر فئة يعني يستحقون التحية في هذا العيد، لأن الناس في بيوتهم وهم في التكونات صابرون ومرابطون. صحيح، يدافعون عن الشعب اليمني عموما وعن دولتهم. النقطة الثانية الفقرة الثانية موضوع كورونا، هذا الوباء الذي اجتاح العالم جميعا وأيضا وصل إلى بلادنا، ونسمع دائما أخبار محزنة، ونسأل الله تعالى أن يحفظ أهلنا وشعبنا جميعا من هذا الوباء. أولا فيما يتعلق بكورونا أستاذ جميل، هل أنت ممن يتساهل مع هذا الوباء بشكل أو بآخر؟ يعني نحن نحاول أن نأخذ بالأسباب ونبتعد عن كل يعني نلتزم بالتحذيرات، نلتزم بالإرشادات فيما يتعلق بهذا الوباء، لأنه فيه يعني في خاصة في اليمن دائما يقولوا الناس على الله وما يبع شيء إن شاء الله،
لكن لابد ان يتوكل الانسان على الله وياخذ بالاحتياطات وياخذ بالاسباب. طيب استاذ جميل، ما اهم الاجراءات التي الاحترازيه التي انت تتمسك بها؟ انا لي في البيت يمكن اكثر من شهرين. اذا الجلوس في البيت وأنا, نعم. وانا ملتزم في البيت. جميل. ولا اخرج الا للضروره، وعندما اخرج ارجع على طول، يعني اول شيء البس الكمامات والبس الكفوف، يعني كفوف اليد، واذا رجعت كذلك اقوم بتغسيل يدي بالصابون او بالمعقم، يعني كلها اسباب وقائيه. جميل. وحاول الانسان انه يبذلها من اجل لا يصاب، لانه مشكله هذا المرض في سرعه الانتشار. في سرعه الانتشار. نعم استاذ جميل. نعم. ما رسالتك للشعب اليمني؟ رساله مختصره حول هذا الوباء. الرساله خليك في البيت، خليك في البيت ولا تخرج ابدا الا للضروره، اذا حد واذا خرجت لا تتخالط مع الناس، واترك مسافة بينك وبين الناس الذين تلقاهم، ولا تمس يعني تلمس الأشياء ولا تلمس غيرك أيضا، وإذا رجعت إلى البيت على طول عقم يديك أو أغسلها بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. ويحفظ الله جميع أبناء الشعب اليمني وجميع العالم من هذا الوباء. آمين. طيب أستاذ جميل، نبدأ في أسئلة نتعرف من خلالها على شخصية الفنان القدير المنشد جميل القاضي، بعض من معلوماته في الحياة وشخصيته أيضا. في معنا فقرة الألوان، هذه الألوان التي من خلالها نستشف بعض من شخصيات ضيوفنا. ففي فقرة ألوان، أولا يا أستاذ جميل القاضي، ما هو اللون المفضل إلى قلبك؟ أفضل الألوان الأزرق. عندك اللون الأزرق للملابس وغيرها. الملابس اللون الابيض، لكن هناك يعني في بشكل عام اللون الازرق انا محبب الي، لانه لون السماء ولون البحر. اي تحب الان اللون الذي دائما ما تهوى اليه نفسك وتجد نفسك منجذب اليه، الازرق او الابيض؟ اللون الازرق. ايوه اللون الازرق. اذا دعونا نتعرف على شخصيه الفنان المنشد جميل القاضي من خلال اللون الازرق. أستاذ جميل، ستظهر على الشاشة الآن مواصفات الشخصية التي تحب اللون الأزرق وتميل إليه، سواء لون الأزرق أو تدرجاته. سنتعرف على شخصيتك من بعض المعلومات الواردة. قل لنا إلى حد كبير أو إلى حد ما أو قليل فيك هذه الصفات. صفات الشخص الذي يميل إلى اللون الأزرق: شخصية مثالية. إلى أي حد فيك هذه الصفة أستاذ جميل؟ أنا لا أدعي المثالية، ولكني أحاول أن أكون مثاليا. متعاطف وشغوف، تعاطف كثيرا أحيانا مع الناس، مع القضايا. جدا. إلى حد كبير. تحب نعم. الاهتمام بالآخرين. يعني أكثر مما أهتم بنفسي. إلى حد كبير إذن. أيوه. نعم. شخصية غير متناقضة. وهذه أيضا أقول لك أنه 100% إن شاء الله. طيب تميل إلى الحساسية في الشعور. يعني كل إنسان له نسبة معينة من الحساسية، يعني فكل إنسان له عنده إحساس وعنده وأقول لك أنه شوف أي فنان هو بالدرجة الأولى حساس، إنسان حساس. جميل. لأنه طيب. يحس بالكلمة وباللحن وبالنغم. صحيح. وهذا الإحساس يصل إلى الناس. طيب تعرف كيف تضبط نفسك عاطفيا؟ جدا جدا. التمتع بحكمة كبيرة عند أصحاب اللون الأزرق والذين يعشقون هذا اللون. الحمد لله. هذه 100%. إيه صحيح. يعني هي من إنتاجات وعمل متخصصين في علم النفس والاجتماع، ولذلك فعلا الذين يجدون في أنفسهم تقارب إلى اللون الأزرق أو ميلان تكون هذه مجموعة من الصفات القريبة منهم. أستاذ جميل القاضي، دعنا نتابع هذا المشهد من أحد الأعمال الفنية التي قدمتها قناة سهيل الفضائية والمتميزة، والذي كان عبر برنامج تاتش، مسلسل تاتش، والذي يحمل رسائل معينة. نتابعه سويا ثم نستمع تعليقه.
يجب انها تكون في حياتكم كلها بصوت واحد. يلا أستاذ جميل، شاهدنا وتابعت هذا المقطع، ما الرسالة التي وجهها هذا المشهد وما تعليقه؟ هذا المشهد أنا تابعته في العام الماضي في مسلسل تاتش أو برنامج تاتش للمخرج علي السعداني. نعم. المتألق والذي صراحة كان عمل ممتاز جدا يعني، وخاصة هذه الحلقة عن التعليم وأهمية التعليم وكيف أن التعليم لا بد أن ينحاز للوطن، لا يكون يعني لا ينحاز لفئة ولا ينحاز إلى عنصرية أو إلى أفكار يعني ضد الوطن. نعم. التعليم هو الأساس في بناء الأجيال، وإذا تخرج الأجيال بتعليم يعني وطني صحيح سيعود ذلك فيما بعد على 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 الوطن ذاته. ومهما حاولوا يعني محاربة الجيل الحاضر في مجال رزقهم وتعليمهم، الجيل أيضا القادم بإذن الله متمسك بتعليمه وبوطنيته. طيب أستاذ المنشد القدير جميل القاضي، دعنا ندخل في مجموعة من الأسئلة أيضا نأخذ ونعطي فيها معك بإجابات مختصرة. الأسئلة التي ستظهر أيضا أمام الشاشة مشاهدينا في مقدمتها، ما هي الحكمة التي تقوم بتطبيقها في حياتك أو تشعر أنك دائما ما تتمسك بها؟ من توكل على الله فهو حسبه. جميل. أنا أعتقد أن التوكل على الله هو أهم شيء في الحياة. ما أحب الصفات الحسنة إلى قلبك؟ أحب الصفات إلى قلبي الصدق. نعم الصفات. ما أشد الصفات السيئة بغضا لديك؟ في هناك صفات كثيرة، لكن أعتقد أنه الكذب إذا كانت أحب الصفات إلى قلبي هي الصدق، فأبغضها إلى قلبي هو الكذب. طيب ما هو أكثر درس تعلمته من والديك وعالق في ذهنك حتى اليوم؟ الحمد لله أنا تربيت في أسرة يسودها الحب ويسودها الحنان ويسودها الحكمة، يعني الحمد لله الجو العائلي في بيتنا كان جوا مثاليا وكان جوا تربويا. كان أبي رحمه الله رحمة الله على الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له، كان يعني من أهدأ الناس وكان إنسانا حكيما، ولذلك هذا الشيء ووالدتي كذلك. أكثر شيء يعني تعلمت منهما؟ تعلمت منهم هذا الشيء، الالتزام والتدين بشكل عام. نعم. طيب أستاذ جميل القاضي، ما هو اليوم الذي يمكن أن توصفه بأنه أعظم يوم في حياتك؟ عندما تتحرر البلاد وتعود الدولة. ونعم. بإذن الله تعالى. بإذن الله وما ذلك على الله. وهذا الشيء طيب. وهذا الأمر يحتاج إلى تكاتف. الأسئلة تظهر على الشاشة تباعا. ما أعظم إنجاز تفتخر فيه في حياتك؟ والله أنا يعني قدمت للناس بفضل الله سبحانه وتعالى أعمال كثيرة أنا كلها أفتخر بها. مشوارك الفني. وكل نعم. وكل ما في أنا بدأت الإنشاد في عام 1986. طيب فقط الأسئلة هي تلاحقنا على الشاشة وتظهر بشكل متلاحق. طيب أستاذ جميل، عندما
تمسك ورقة وقلم وتبدأ بالرسم، ماذا ترسم عادة؟ أرسم وردة. أها، تعب بالورود. طيب أستاذ جميل، ما هي المهارة التي تجيدها غير الإنشاد؟ الخط. أنا كنت خطاط أيضا. ما شاء الله. طبعاً أنا أكون منشدا، كنت خطاط، كان عندي محل خط. يا سلام. لكن تركت الخط ومشيت. موهوب. طيب يا أستاذ جميل، من هو الشخص الذي تعتبره قدوة لك في الحياة؟ يعني قدوتنا جميعا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وصحابته الكرام، ومنهم نستقي كل المثل وكل الأخلاق. صحيح. وكل التعالي. أستاذ جميل، تحب العمل الإنشادي الفردي أو عمل الفريق؟ والله أنا يعني اشتغلت في كلا الجانبين، اشتغلت أعمال فردية، اشتغلت أعمال جماعية. وكلها جميلة يعني. في هناك أعمال حلوة أنها تكون فردية، وأعمال تتطلب أن تكون جماعية. صحيح. طيب، ما هي أكثر الأشياء التي تفضل شراءها باستمرار في حياتك اليومية، الأسبوعية، الشهرية، السنوية؟ تجد نفسك دائما تشتريها بشكل متكرر غير الخضرة والطبيخ والأكل والشرب. يعني ليس هناك شيء. أنا لست من الناس الذين كلما اشتهى اشترى، كما قال عمر بن الخطاب، كلما اشتهيت اشتريت. لا، يعني الملابس، الاكسسوارات، حاجة لشيء معين اشتريه. على حسب. لست مهووسا بشيء معين اني اشتريه يعني دائما يعني. طيب، ما هو اكثر شيء؟ لكن انا اكثر كنت الشيء المهووس به الكتب اشتريها يعني. هذا هو. ما هو اكثر شيء طيب تنفق عليه اموالك او راتبك؟ يعني الانسان يعني اكثر شيء يعني يعول اسرته ومن يحب وكذا، ويبذل من اجلهم كل ما يستطيع. صحيح. مصاريف البيت دائما تاخذ جل الاموال. طيب استاذ جميل، هل تعتبر نفسك شخصا متفائلا ام متشائما؟ انا متفائل دائما. جميل. طيب، ماذا تفعل عندما تشعر بالوحدة والفراغ وأنت جالس بمفردك؟ أنا لا أجلس بمفردي، غالبا لا أجلس بمفردي. وإذا شعرت بالوحدة تروح لقضاء وقتك مع عائلتي وأولادي. ما أكثر مكان تحب الذهاب إليه عندما تكون سعيدا؟ الاستوديو. في وقت السعادة؟ الاستوديو يعني شوف، احنا عايشين في الاستوديو يعني كثير، يعني اوقاتنا كثيره في الاستوديو. طيب، بدايه السؤال حتى تجيب اجابتين مع بعض، اكثر مكان تذهب اليه عندما تكون حزينا؟ يعني ليس هناك مكان محدد، لكن عندما يكون الانسان حزين حتى وهو في البيت يختلي بنفسه في غرفه يعني بمفرده لحاله، يجلس لحاله. طيب، ما هي العادة التي تتمنى الإقلاع عنها؟ أنا الحمد لله ليس لي عادة سيئة أقلع عنها. يعني لا تدخن؟ كنت من زمان كنت أتعاطى القات، لكن الحمد لله يعني لي لحد الآن كنت 6 سنوات خلاص ما بالخلف، أعتبر هذا إنجاز وإن شاء الله لن أعود إليه. طيب، ما هي الفوبيا أو الخوف الذي تعاني منه؟ تخاف من أشياء معينة، حشرات، ظلام، مرتفعات؟ أخاف من المرتفعات. إذن طلعك أعلى الأبراج في الدول. طيب، ما هو سر حب الناس إليك؟ لأني أحب الناس. جميل. وأقدم كل عصارة إحساسي وفكري من أجل إسعاد الناس، فلذلك حب الناس هو رجع الصدى. طيب، السؤال الأخير، عن ما هو سلاحك القوي في الحياة؟ سلاحي القوي هو الثقة في الله سبحانه وتعالى. ونعم الثقة ونعم السلاح.
أستاذ جميل، سنتابع هذا المقطع ذا الدلالة المعينة ثم نعود وندردش سويا. نعم. اللي في الجبهة يا سمن بالله عد أخس من هذا، والله ما أنا معهم، والله العظيم إنه قالوا لي في معاشي ما أشوف لك الناس، أسألك بالله خرجوني. إيه ده؟ ليش تخرجني؟ والله ما والله لا تقتلوا فيه. ما نقتلك ما نقتلك. غرروا برا. طيب هدأ شوية هذا. اهدأ خلنا نتكلم. انت مش حوثي؟ انا متحوث يا اخي، انا وجي تقاتل وتدي راسك يا اخي، قدها والدافع خليها على الله، بس اسالكم بالله انكم بس يا الله لا قتلت ولا شيء، ما بصرت لقدنا انا عارف. خير احنا بنشوف ان عليكم شيء ولا شيء بتاخذوا. هذا ما فيهم حالة هذا وما لا اخي كلهم عاهات، والله العظيم انك لو تشوف البقيه مجاني. حسبنا الله ونعم. المهم لا احتجتوا شيء ولا شيء، انا موجود. اسالك بالله كلم الفندق اهدا نخليك والله ذو مغرر بلا اهدا مغرر العوده كلكم بتقولوا مغرر اهدا خلاص غرر لا احتجتوا شيء انا موجود غرر بري يقول لنا غرر بري العوده غرر بنا كلنا يلا اليوم اللي عرفنا مالك اهدا كل حبوب كل حبوب حبوب ما حبوش إلا اللي أنا شفتك طرحتها في جيبك الحبة كلها ما عشي تريح فيك إلا اللي بسرط طرحتها قدامي يلا أيها تفتن يلا منين جابوكم منين جابوكم بسم الله يا الله اقتلونا هذا ولا ما اقتلونا يا اخي يا ملك كسيت في قلبي انا من هو اصلا ايوه اذبحونا اقتلونا دع اقتلونا ايوه دع من هذا ولا وما يصيروا يفعلوا حاجه تبي ضايق منك اكثر من هذا ضايق مني ليش وانا دي مسكتك طيب طيب هدا شغلتني يا رب يا رب دهري مالك الله قد بدأ مفعول الحبة حيا الجبال الصامخة الله قد بدأ مفعول مالك خايف؟ أو؟ مالك خايف مالك مربوط ارفع راسك وافتخر أنت يماني يماني أصيل تمام افتخر لا عزيزي لبيك يا سيدي ويا مولايا أمير المؤمنين عبد البربر الحوثي عسكري أستاذ جميل شاهدت المقطع من أعمال غاغا هذا البرنامج الرائع الذي قد كان من بطولة الفنان القدير محمد الأضرعي ومشاركة الكثير من الفنانين قدم رسالة ما تعليقك عليها تحية أول شيء تحية وعيدية تقدم بها للفنان الكبير الأستاذ محمد الأضرعي وانا اقول له الشاشه افتقدتك هذا الشهر لكن ان شاء الله ستعود باذن الله باعمال قويه جدا باذن الله كعادتك وتحيه ايضا للفنان علي الحجوري وهذا المقطع يعبر عن مساله التغرير للمقاتلين وكيفيه جلبهم الى جبهات القتال وهم يعني ليسوا اصحاب قضيه وليسوا أصحاب رسالة يقاتلون من أجلها صحيح بالإضافة إلى يعني الحبوب والتعاطي كثير من الأشياء هذه التي لا ندري ما هي بالنسبة في صفوفهم طيب أستاذ ومنشدنا القدير جميل القاضي دعنا نسمع منك الآن وقد حان موعد السماع نريد نسمع منك يا أستاذ جميل الأنشودة أقدم أنشودة مطلع فقط مطلع لأقدم أنشودة قدمتها في مسيرتك الفنية أنا لو قلت لك أنا بدأت الإنشاد عام 1986 لا أتذكر يعني حتى كلمات الأناشيد ما عاد أتذكرهاش اللي أنشدتها زمان لكن بعطيك يعني مش أقدم وإنما يعني من أولى الأناشيد التي لاقت صدى كبير جدا إيه انشودة على العقيق اجتمعنا جميل مطلعها
على العقيق اجتمعنا، على العقيق اجتمعنا، نحن وسود العيون، ما ظني ما يجنوني ليلى، ما ظني ما يجنوني ليلى، يا سلام. وما زال صداها في يعني آذان الجميع حتى الآن، ما زلنا نتابعها ونترنم بصوتك الجميل والسماع لها. طيب أستاذ جميل، أول كليب شاركت فيه أو قدمته، مطلع هذا الكليب المطلع. يا قمري المدينة واسعد ناسك، يا قمري المدينة المدينة، يا قمري المدينة واسعد ناسك بالحب والسكينة والسكينة، واسعد ناسك بالحب، أسعد مساك بالحب، بالحب والسكينة، يا قمري صنعاء. وأسعد مساك ومساء السامعين. أستاذ الأخيرة، آخر أو من آخر أعمالك الفنية أستاذ جميل؟ الإشودة اللي عرضتها في بداية البرنامج، وهي من كلماتي وألحاني، لكن الحمد لله كانت لقت صدى كبير. يعني كل عام وأحبابي قلبي بخير، وهم من العايدين، يجمع الله شملنا أجمعين، وإحنا من السالمين، أحبتي أنتم سلام مهجتي ونور عيني اليمين، شوقي لكم يا أهلي ويا جيرتي، حنين قلبي حنين، قلبي حنين. الله عليك يا أستاذ جميل، صراحة أنت مدرسة في الإنشاد، مدرسة في التلحين، مدرسة يعني في كل ما تعني هذه الكلمة من معنى. أستاذ جميل، دعنا ننتقل إلى المقطع الثالث من الأعمال الفنية الرائعة التي قدمتها قناة سهيل في خارطتها البرامجية الرمضانية، والتي تحمل رسائل ودلالات، ثم نسمع تعليقه. هاي ابن من أنت؟ ابن فهي. ابن فهي، حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله. ما لك مريح أنا؟ مريح لك. منتظر لي أنا؟ ليش يا ولدي؟ ما به صاحب البيت قال إذا ما دفعنا ليش الإيجاء عيطردنا، عيطردكم من البيت؟ أيوة، فسمعنا أن معنا مع بي نص راتب، هم قاعد عجلة عنده عشان تخرجه لنا حق أبوك. أيوة. تمام يا ولدي، تمام، ما يهمك، حسب الله ونعم الوكيل. يلا خير، ما يهمك، بشر. يلا هاي فكر نايم. أيوة أيوة، حيا حيا عشان نظام. أنا أنا الزوة قوة قوة القوة. دلا 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 أخي ثقيلة. دلا يا سيدي ثقيلة، اتحمل ثقيلة. أيوة، اركز اركز لنا نايم مشكلة. قلب أيوة، ما شاء الله، ما حد بسلكم؟ ولا اي، ونعم 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 ونعم. لا جيب القلم، اكتب اكتب يا اخي. ايش اكتب يا سيدي؟ ايش اكتب؟ ايرادات شعوب، اكتب. ما هي الايرادات يا اخي؟ يا سيدي من والله يا اخي، ثم جا سيدي المربع. يا سيدي ما لك يا اخي؟ اكتب يا اكتب يا ايرادات حز يس. أستاذ جميل، هذا المقطع من برنامج النثر الذي قدمه الرائع الفنان محمد الربع، عفوا محمد الحاوري، ومعه فريق أيضا من المبدعين، وحوى على رسالة متعلقة بنص الراتب الذي ظل الموظف
بعد انقطاع مرتباتهم لسنين يبحثون الآن عن والأموال الهائلة التي يبتلعها الحوثيون. ما تعليقه؟ تحية أولا للفنان محمد الحاوري وبمناسبة العيد والشباب المشارك معه في هذا العمل. والله مأساة، أنا أعتبرها مأساة جدا، أنه يعني هناك أناس لا يلقى قوت يومه، وهناك أناس يكدس الفلوس يعني بالملايين يعني، وكلها من أموال الناس، من أموال الشعب. هذه المسألة تحتاج إلى يعني ضمير إنساني، إلى أن يتحرك الضمير الإنساني، الضمير الحي عند الناس، أن سواء عند الحكومة الشرعية أو أي طرف من الأطراف، أنه يعني حتى لو هناك اختلاف لا يحارب الناس في لقمة عيشهم يعني. الراتب الذي كان يعني يتمتع به كثير، عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الموظفين، نعم، أصبحوا لا يجدونه، وخصوصا في هذا العيد الآن مرة على مئات الآلاف وهم لا يجدون هذا الراتب وهم في معاناة شديدة. طيب فنان القدير، نعم، جميل القاضي، دعنا ننتقل إلى الفقرة التالية المتعلقة بالأخبار. طبعا حتى الفنان والمنشد ليس بعيدا عن الواقع المجتمعي، الواقع السياسي الذي يعيشه البلد، يتفاعل ويقدم ويعلق على مجريات الأحداث بكل حرية، وهذا مكفول له. دعنا نستعرض سويا بعض الأخبار ونسمع تعليقك أستاذ جميل عن مستجدات الأحداث. هذا الخبر الأول، غالبية كبيرة من المواطنين أدوا صلاة العيد بشكل جماعي في المساجد ومصليات العيد دون أي إجراءات وقائية من فيروس كورونا. ما تعليقك؟ هذا أعتبرها يعني سبب فقدان الوعي وعدم يعني الشعور بخطر هذا الفيروس، بخطر هذا المرض والتواكل أيضا. فهذا أعتبره أنا خطأ كبير يعني. فهذا الفيروس يحتاج إلى إجراءات وقائية لابد من الجميع أن يلتزم بها. نعم. الخبر الثاني يقول لجنة الوساطة في أبيان تنجح في إقرار وقف إطلاق النار وإعلان هدنة إنسانية لمدة 3 أيام في العيد. ما تعليقك؟ يعني اعتبر انه هذا الاقتتال يعني معركتنا الحقيقيه هي مع الانقلاب. لابد ان نوجه كل اليمنيين يوجهوا سهامهم واسلحتهم لمواجهه الانقلاب. عند الذي اضعف موقفنا او موقف الشرعيه بشكل عام هو هذا الاحتراب البيني، ما بين هذا وما بين ذاك، فضعفت جبهتنا. فأنا أدعو الجميع أنه يعني توحيد الصفوف ورص الصفوف في مواجهة عدو واحد هو الانقلاب الحوثي. جميل. طيب خبرنا الثالث يقول السلطة المحلية في محافظة مأرب تقر فرض حظر تجوال جزئي من الساعة 6 مساء وحتى 5 صباحا، وإغلاق مداخل المحافظة أمام حركة المسافرين من صنعاء أو عدن ضمن إجراءات يعني احترازية لمواجهة فيروس كورونا. ما تعليقه؟ أنا أعتبره إجراء سليم 100%، وهو يحافظ على الناس ويحافظ أو يحد من مسألة انتشار هذا الفيروس. أدعو المدن الباقية أنها تحذو حذو مأرب في هذا الجانب. خبرنا التالي أيضا يقول أن وزير الخارجية الحضرمي يقول الحوثيون يتسترون عن حالات مؤكدة ومنتشرة لفيروس كورونا في مناطق سيطرتهم. ما تعليقك؟ يعني التستر هو لن ينفع أحدا وسوف يفاقم المشكلة، والاعتراف هو يعني أفضل شيء، اعتراف بالحالات من أجل احتواء المرض
يعني لأنه التستر هو مساعدة في انتشار هذا الوباء. جميل. وإذا انتشر الوباء فهي مشكلة عويصة، لأنه ليس لدينا نظام صحي، يعني نظامنا الصحي منهار يعني. صحيح. وإذا انتشر الوباء يعم الجميع يعني. صحيح. طيب الخبر التالي يا أستاذ جميل يقول وفاة الشيخ العلامة محمد مرعي مفتي محافظة الحديدة وعضو دار الإفتاء ورئيس جامعة العلوم الشرعية ورئيس لجنة الأهلة رحمة الله عليه، ما تعليقك على مثل هذا الخبر؟ أسأل الله تعالى أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأنا شخصيا لا أعرفه شخصيا لكن سمعت الخبر وإن شاء الله يعني يرحمه الله سبحانه وتعالى، وقد يعني توفاه الله في أيام مباركة أعتقد في نهاية رمضان وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. صحيح. والأمة تفقد كثير من علمائها، نسأل الله أن يخلف عليها الخير. نرى خبرنا التالي وربما هو الأخير، وزير الصحة اليمني يحذر من انتشار كبير لفيروس كورونا خلال أيام العيد ربما بسبب العادات المجتمعية، ما تعليقك؟ ولذلك أكدنا على التباعد الاجتماعي والجلوس في البيت وعدم الزيارة وعدم المعايدة إلا بالمعايدة بالاتصال بالتلفون فقط، لأن كما قلنا أن هذا الفيروس ينتشر يعني خطره في انتشاره أكثر شيء يعني. نعم. أستاذ جميل الفنان القدير الرائع صاحب الصوت الشجي والأداء الجميل جميل القاضي، احنا كثير سعيدين بمشاركتك لنا اولى حلقات عيد اليمن، سعيدين باطلالتك الجميله ورسائلك ايضا الاجمل التي قدمتها. اشكركم على الاستضافه وانا سعيد جدا ان اكون على شاشتكم وبصحبتكم في اول ايام هذا العيد المبارك، واسال الله تعالى ان ينعاد علينا وقد زالت هذه الغمه وزال هذا الوباء وينعم إن شاء الله بإذن الله وطننا بالأمن والاستقرار وإنهاء الانقلاب بإذن الله تعالى. بإذن الله. ألف تحية لك الفنان القدير جميل القاضي، شكرا جزيلا لك وتحية من القلب، وتحية لمشاهدينا الأكارم الأفاضل الذين شاهدونا وتابعونا في هذه الدقائق القصيرة، سعدنا بكم دائما، البسمة في وجوهكم بإذن الله لا تنقطع، نأخذ احتياطاتنا جميعا ونحترز، ونسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبكم، وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.